على الهواء مباشرة عدنا لمتابعة جولة هذا المساء. في إطار تميزه وإبداعه، حاز الدكتور مصطفى جدار أستاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت بفوز متميز على منحة مقدمة من جوجل لدعم الأبحاث العلمية المميزة، وذلك في مجال اللسانيات الحاسوبية. هل جائزة وهل منحة رح تذهب وتجير لدعم أبحاث عدد طبعا من الأبحاث اللي رح يقوم بها الدكتور مصطفى جدار وترجمتها على أرض الواقع من خلال دعمه بداية لتشكيل معاجم للغة العربية، ويكون هناك مثل ما نقول دليل موحد ودليل واحد يستهدف طبعا بهذا المعجم بأنه دمج الكثير من المناهج المتعددة ويكون له منهجية محددة للتعامل معه. ورح يكون هذا الموضوع إن شاء الله يعني متاح لكل حدا ممكن يستفيد من هذا الموضوع. قديش أهمية ترجمة خلينا نقول هالأبحاث العلمية المتميزة جدا اللي رح يقوم فيها دكتور مصطفى جرار واللي كان له باع طويل أيضا فيها، قديش ممكن تخلق حالة من التغيير ونقطة تحول في استخدام اللغة العربية وآليات ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع؟ رح نتحدث بتفاصيل أكثر أكيد برفقة الدكتور مصطفى جرار أستاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت. أهلا فيك دكتور وألف مبروك فوزك بهذه المنحة. أهلا فيك وأهلا بجميع المستمعين وشكرا لكم لاهتمامكم على في هذا الموضوع وخاصة المواضيع البحثية والعلمية. احنا دائما يعني نقدر جهود وسائل الإعلام اهتمامهم فيها. دكتور يعني هذا الفوز يعتبر خلينا نقول بمثابة يعني تقدير الجهود اللي عم بتقوم فيها في مجال علم الحاسوب، وخاصة فيما يتعلق بجهودك الكتير كبيرة في الأبحاث ومحاولاتك المضنية من أجل إحداث تغيير يذكر فيما يتعلق باللغة العربية على وجه التحديد، وأنه خلق بيئة فعلا موائمة لهذا التطور التكنولوجي لمجال الإبداع على مجال كمان الأبحاث العلمية، وأنها يتم ترجمتها على أرض الواقع بالاستفادة التقنية ومواكبة العصر في التكنولوجيا. هو أهمية الموضوع زي ما أنت تفضلتي تكمن في حاجة الأمة العربية لوجودها في يعني اللغة والثقافي في عصر التقني. وهو للأسف يعني طبعا اللغة العربية عندها كثير من المعاجم، يعني أقدم لغات العالم تم تقعيدها يسمى يعني في معاجم عربية، المعاجم العربية أقدم اللغات. ولكن للأسف طبعا زي ما كنا نعرف أنه في عصر الحداثة اللغة العربية يعني تواجه صعوبات كبيرة، والمحتوى العربي على الإنترنت يواجه صعوبات كبيرة حتى ثقافيا. إحنا يعني العرب نستخدم كلمات حتى إنجليزية في حديثنا والآخرين. هذا بالإضافة لأنه في ظهور عالم التطبيقات اليوم دعم اللغة العربية في صعوبة كبيرة جدا عند المطورين. التطبيقات فيش لهم مصادر لغوية مفتوحة المصدر اللي يستعملوها، فأخذ على عاتقنا في جامعة بيرزيت إنه يعني نساهم ولو بشكل بسيط إنه نحاول نحوسب العدد الكبير من المعاجم. يعني وصلنا تقريبا ل 140 معجم. طبعا تتفاوت نسبة حوسبتها عشان أكون دقيق. هذه المصادر كلها يعني يتم دمجها فيما هو توحيدها يعني في قاعدة بيانات معجمية كبيرة تشمل النواحي التصريفية والدلالية وكل شيء يتعلق في اللغة. حتكون متاحة للمستخدم العربي والأجنبي، يعني كمان حتكون متعدد اللغات، حنربطها بالإنجليزية والعربية والفرنسية يعني عربي عربي والإسباني في كثير من اللغات يعني. وهذا حيكون يعني متاح عبر يعني بوابة إلكترونية بالإضافة إلى إتاحته جميع المحتويات. حتكون كمان متاحة أمام المطورين مطورين التطبيقات الحاسوبية والباحثين المهتمين في هذه المواضيع.
نعم. طب بدي أسأل دكتور، أوفيسيات ما ذكرتوا الجهود اللي عم تبذلوها نوعا ما، لا مثل ما ذكرت هنا تقريبا 140 معجم حتى اللحظة تم رقمنته، وأنه وهناك بالإضافة إلى جهود تبذل للمزيد لدخل مزيد من هالمعاجم ورقمنتها وحوسبتها. أتحدث أنه بوجهة نظرك هالجهود اللي تقوم بها ومن خلال الأبحاث العلمية المميزة، أداش دكتور رح تعيد الرونق للغة الضاد، وخاصة في خضام مثل ما قلنا على الثورة التكنولوجية اللي نوعا ما عم بتيح الستار على اللغات أخرى مستخدمة غير اللغة العربية مثل الإنجليزية المعرب أو غيرها، واللي نوعا ما خلقت ثقافة مختلفة لدى الأجيال القادمة، واللي فعلا طمست الهوية الثقافية العربية الجميلة للغتنا الجميلة؟ هو يعني البعد الثقافي في الموضوع يعني اللي يشق لإله هو صحيح انه في صعوبه في استحداث مصطلحات لامور جديده. حتى ما في معاجم يعني سواء كان في عالم حتى الطبخ يعني ابسط الامور مرات ما فيش لها خلينا نقول يعني المصطلح غلط مصطلح عربي. وجود مصادر لغويه متاحه وسهله الاستعمال وحتى بطريقه يعني البوابه ان شاء الله نتيحها بطريقه فيها نوع من الابداع، وجود هذه المصادر يعني راح تساعد ناس في انهم يعني يبحثوا عن المصطلحات، والمصطلحات يعني في بعض الناس خلينا نقول يعني بيقترح مصطلح وبقول المصطلح مناسب جدا، لكن ما فيش طرق لاشاعه هذه المصطلحات، فسواء كانوا من طلاب من ناس يعني مهنيين يعني حنفسدهم في مصطلحات يعني تواكب العصر التعبير. وهذا الشيء طبعا يعني نتوقع يعني انه كمان في المستقبل ان نعمل على تطويره، يعني ما بدنا نوقف عند فقط رقمنة المعاجم الموجوده، ولكن كمان حيكون في البوابه الالكترونيه فيها تفاعل انه الناس تقدر ممكن حتى تطلب ترجمه مصطلحات معينه او اقتراح ترجمات معينه لاشاعتها. فنامل انه يكون في بعد نعم يعني ثقافي وتراثي كمان في الموضوع، بالاضافه طبعا الى بحب اشير الى لنقطه انا انه مثلا يعني تعاني اللغه العربيه مثلا من المدققات الابتدائيه، جميعنا بيتذمر من المدقق الابتدائي مثلا برنامج مايكروسوفت وير. صحيح. السبب الأكبر في غياب المصادر اللغوية. في ظل وجود مصادر لغوية مفتوحة المصدر الجميع يعني حتى جوجل ومايكروسوفت والجميع يعني نتوقع أنه يعني نشهد تطور في أداء يعني معالج اللغوية داخل التطبيقات جميعا. نأمل أنه يعني يعني لأنه هذه النقطة صلها بعاني من الباحثين منذ زمن يعني كبير. طيب دكتور، بدي أسأل ختاما حول البوابة الإلكترونية اللي رح من خلالها ممكن لأي حدا يستفيد من ويقرأ ويشوف هالنتائج إن شاء الله الإيجابية اللي جميعنا فعلا نتطلع إلها، وأنظار كتير كبير وخاصة من محبي اللغة العربية تتجه إلى المعجم ولترجمة الأبحاث العلمية على أرض الواقع من خلال ما ذكرت أنه رح يكون معجم موحد ومدمج وفي منهجية معينة وجديدة وحديثة وتواكب العصر مثل ما أنت قلت، قديش ممكن بدكم جهود لأن نرى هاي البوابة الإلكترونية قريبا إن شاء الله؟ هو في الحقيقة العمل بدأ منذ حوالي 5 أو 6 سنوات، وإحنا الآن يعني خلينا نقول في مرحلة قصف الثمار الآن، إنه شارك العديد من طلاب جامعة يزيد مشكورين في طباعة المعاجم في خلال عملهم اللي عمل تعاوني ومفيد وخدمة المجتمع، فكانوا يشاركوا، فالعمل هو قديم. الآن بتواجهنا مشكلات فنية طبعا نعمل على يعني تدليلها، زي ربط الكلمات مع بعض، يعني نأخذ نعطي مثال من حتى نربط الأمور للمجتمع، في معجم مثلا بيكتب كلمة إجازي قد تكون بهمزة أو بدون همزة حتى أو ها، وفي البعض بسميها الإجازي وإلى آخره، وفي معجم ثاني تختلف استعمالات الكلمة. فإحنا بطريقة آلية الآن نعمل على يعني تطوير خوارزميات بالربط الآلي
بين يعني بالضبط نحصل على اكثر على هاي الكلمه باكثر من معجم باكثر من مثلا تعريف. نعم نعمل الان على تطوير فوارد مياه بحر الشيخ، والان يعني حم يعني خلال بتوقع انه خلال شهر شهرين ثلاث اربع شيء زي بهذا الحدود انه بيتم اطلاق بوابه ولا على الاقل تجريبيا على الاقل، ولكن قد نامل انها تكون يعني قد انتهينا من هذا من الاداء. وهم يعني رحبوا بشكل كبير جدا. طبعا نحب نوجه تحيه لشركه جوجل الامريكيه اللي بصراحه يعني بتدعو على اهتمامهم كبير، واحنا العرب يعني للاسف صعب ان يعني ندعم الجهود، وهي جهود بالمناسبه ما بدها اعمال يعني عملاقه يعني ولكن بتحتاج صح ممكن لجهد، ولكن الفكرة المهم احتضان الفكرة والمبدأ. يعني احنا اكيد نتمنى لكم التوفيق دكتور، واحنا رح نواكب هل خلينا نقول الثورة التكنولوجية الفلسطينية الالكترونية، وفيما يتعلق باحتضان لغتنا الجميلة ولغة الضاد ومعاجم اللغة العربية ليكون في معجم موحد للاستخدام من خلال يعني جوجل او من خلال الشبكة العنكبوتية. انا بشكر وجودك معنا دكتور مصطفى جلال استاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت، واللي أكيد إحنا نرفع القبعة لهذا الإنجاز العظيم بفوزك بمنحة من جوجل لدعم الأبحاث العلمية المميزة في مجال اللسانيات الحاسوبية. يعطيك ألف عافية وموفقين دايما دكتور. شكرا شكرا، يعطيك العافية.